بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنعرض لكم نموذج الامتحان الرسمي لمادة اللغة العربية لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة. بالمناسبة هذا النموذج مش هنقول تسريب امتحان اللغة العربية اللي هو لهذا العام 2023 عشان المصداقية وعشان ما نضحكش على الطلبة، ده امتحان العام الماضي. في بعض الطلبة طلبوه مني: يا مستر لو سمحت انشر لنا امتحان اللغة العربية بتاع العام الماضي. وبالمناسبة الامتحان ده برضو مش محلول، وان شاء الله بإذن الله هحاول اوفر لكم الاجابات. ولو تلاحظوا ده بتاع العام الماضي 2021 2022، وان شاء الله باذن الله ايضا بعد ما تخلص الامتحان في اي ماده هتلاقي اجابات الامتحان المؤكده ان شاء الله باذن الله بعد الامتحان بخمس دقائق على قناه الابداع للبرمجيات. فلو يهمك يصلك كل اجابات الامتحانات سواء كان امتحان اللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه، المواد العلميه او الادبيه، فياريت تنزل فورا تشترك في القناه وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمه. وياريت تدعمنا بلايك الان للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائده. طيب الان اترك لك مشاهده جميع اسئله الامتحان. وقلنا بالمناسبة ده مش تسريب عشان محدش يعلق ويقول ان انتوا بتقولوا تسريب، لا ده مش تسريب، ده نموذج امتحان اللغة العربية بتاع العام الماضي عشان نكون صراحة مع الطلاب الثانوية العامة، لان طالب الثانوية العامة مش مستاهلة عشان الضغط اللي هو فيه نوع نضحك عليه ونشتت الطالب. لا ده امتحان العام الماضي، عايز تراجع الامتحان معايا ماشي، مش عايز ايه اللي يريحك، ده كان طلبوه مني بعض الطلبة والامتحان موجود قدامكم اهو، الامتحان مش محلول، حاول تحل الامتحان. والآن أترككم مع مشاهدة الامتحان بالكامل.